هذا دوار آيت مخشون تابع إداريا لجامعة الجامعة القروية المرس للجامعة القروية وقيادة المرس دائرة مزار مرموشة إقليم بولمان. يوم الأربعاء رغم أني لم أكن في يوم الجمعة 10/10/2008 حسب ما قيل فهو نفس الوضعية ونفس الحالة الجوية، يعني أمطار طوفانية في دقائق معدودة انقلب الأمر رأسا على عقب، يعني كانت لغاية قبيل المغرب صلاة المغرب حوالي بدقائق معدودة جاء السيل العريم فجرفت هذه القنطرة التي ترونها والتي نقف أمامها والتي لم يتعدى عمرها حوالي 4 سنوات، إذ تم الانتهاء من تشييدها إذا لم تخن الذاكرة حوالي بداية غشت 2020، وبانجرافها هذه القنطرة نعود للوضعية التي كنا عليها غداة 10/10/2008، حيث انقطع الاتصال ما بين الضفتين، ما بين الضفة اليمنى التي نتواجد فيها والضفة اليسرى للواد المسمى الذي يطلق عليه واد المعاصر والذي هو أحد الروافد الهامة لواد سبو. الطريقة الوحيدة الآن هي هذا الجسر المعلق الذي شيد في سنة 2009 على إثر يعني حوالي سنة بعد فيضان 2008 الذي شيد بمجهودات محلية، حيث يرجع الفضل بعد الله سبحانه عز وجل في هذا، لأن لابد أن نذكر الناس ولا نبخس أشياءهم. هنا معنا من دوار أستاذ اسمه ولي الحسن بوتلوس وأستاذ متقاعد، وتعطى من بعد التقاعد لهذا العمل الذي يفك العزلة عنه في المناطق القروية، إنما بمساعدة كل الساكنة والمحسنين يعني الأفضل كلها ترجع له لعدة الناس. المطلب يعني الفوري والذي يعني نلتمس ونلمس يعني مشكلته وهو هذا الربط، إعادة الربط ما بين الضفتين وتمكين الساكنة من تمرير سياراتهم. في هذاك النهار الأربعاء طاحت بروي بزاف هنا وخسرت الطريق وخسرت كل شيء، شوية شوية قبل ما نصلوا المغرب هالحملة جات وزادت كتزيد حتى توصلت 5 متر، توصلت 5 متر صافي هذاك الشيء اللي جات بدات من 5 متر شوية شوية بدات كتنقص. وخلعنا كان يخاف عاوتاني توصل القديمة هذاك الشيء ديال 8/8/2008 في شهر 10 خنا غادي توصل كل شيء سجر غادي يمشي، ولكن الحمد لله دابا ما مشى لا سجر ولا واخا مشى شوية سجر، ولكن هذاك اللي قريب الواد الناس دابا ملي شحال هذه دابا تقريبا 16 عام هذه ملي دازت الحمله الكبيره رجعوا كيخدموا في الواد يديروا البطاطا يديروا البصل يديروا كل شيء يديروا الشجر، ولكن هذاك الشيء ملك الله. القنطره دابا بدات الحمله دابا كتزيد وكتزيد وكتضرب عليها الجناب وكتضرب، ولكن الجناب ديال هذاك اللي كاين في الوسط كتضرب ليهم حتى تحت تحتهم وطاحت دابا تفرقات في النص، النص ديال الواد مشى هذا الجنب ما مشاش هذا الجنب ما مشاش ايوا ايدن ملي قطع الطريق وبقاو الناس تما لو كان دابا في هذا الايامات اللي فايتين اللي جات شحال الطوموبيلات اللي غادي يبقاو تما بعدا غادي يبقاو تما شي 10 ولا اكثر. ها انتم غادي تشوفوا دابا واحد اسميتو بيضه كانت محدا الدار هذاك الحمراء وهو مسكن دابا حاصله تما، ودابا عاوتاني الطوموبيلات ديال هذوك اللي كاينين دابا في العطله كاين دابا الدخول للمدرسه كل شيء جايين العطله دابا في هذا الاخر الصيف باش يتشوفوا مع عائلتهم،
شويه شويه جات هذا الكارثه، والحمد لله ما كتاب الله. شنو كنطلبوا؟ كنطلب الملك الله ينصرو، الله يزيد في ايامه، يشوف فينا حنا هنا لا طبيب لا والو. كنطلعوا للمرتبة ها السبيطار بلا، ها كلشي كاين، ها كلشي ما كان، وكان الطبيب ما كانش. ايوا واش هاد الشيء؟ والطريق حنا طرقان دابا ما عندنا والو. المرأة حاملة هزينا من هنا ما وصلت للمرت حتى مات، ما حتى مات على الكراسة ديال الزبل حاشاكم اللي جابوا من لهيه. واش هذا الشيء؟ زعما الكارثة وصافي، غير الله يرجع بينا وصافي، حنا المسلمين الله يرجع بينا، الله يرجعوا بينا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.